هاي. ألاسكا من الولايات الأمريكية المعروفة بسقعتها القاسية، وهي بتضم 17 من أصل أعلى 20 قمة بالولايات المتحدة. بتضم ألاسكا أكثر من 3000 نهر، 3 ملايين بحيرة، و100 ألف نهر جليدي بيغطوا حوالي 5% من مساحتها، وبتحتوي كمان على 100 بركان. جونو هي العاصمة الوحيدة بالولايات المتحدة يلي مش ممكن حدا يوصلها بالبر، وإنما عن طريق الجو أو البحر. ألاسكا معروفة بالدبب، وفي دب واحد على كل 21 شخص بهالولاية، وأوطى حرارة تم تسجيلها وصلت ل 62 تحت الصفر. رياضة الموشينغ هي الرياضة المحلية بألاسكا، وهي كانت وسيلة التنقل الأولى بهالولاية. سباق تزلج مع الكلاب يعتبر أضخم حدث رياضي. مين قال إنه الهمس بدينة شخص عم بيتصيد غزلين يعتبر منافي للقانون بألاسكا؟ أنا قال. نشوفكم بكره.